السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا الحلقة الأولى من سلسلتنا حقت نجرب راندوم ألعاب. يلا يلا نبدأ. طبعا هذه الحلقة بتكون أنا بس اللي ألعب. يلا نسكت. طب تعرفون ان اوكي فهمت الحين. هذا مرة صعب بس يعني مو مرة بس. ايه هذا متى يخلص؟ ايه مخ لا لازم لازم نفوز اللعبة. بابا هذا واخيرا يا اخي تعبني. يس ليفل 1. طيب لا 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 الحين اصحى. اوكي بابا اوكي اوكي يس
شباب ليفل 2 صعب مرة. يلا القلب لتدخلوا أكثر. لا راح عليه حق القلب. ليتس جو. يس عدينا ليفل 2. والله صعب من كانت. اوكي لازم رايحين تحت. اوكي يلا شكله صعب. لا كنت بموت. يلا نعيد ليفل 3 عادي عادي. لا يا أخي كنت باخذ قلب. يا الله يلا عادي 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 شكله بنخلي هذه سلسلة إذا زيد درجة طويلة.
هذول كانوا أكثر من قبل شوية. لا أوكي. هذا أخوي جاء. عطني قلب. لا يا أخي، هذا القلب ما قاعد يضبط. يلا يلا آخر مرة بدل ننهي الفيديو. لا يس قلب. لا لا انظر يا اخي، خلاص يا أخي متى توخر؟ يا بوي اتنوب ولا وش؟ باي. ليتس جو يا شباب، يمكن نكمل. وهنا يمكن نلعب مرة واحدة نكمل. يلا دقيقة، عادي هذا أخوي يبغى يلعب. إذا فزت على الليفل هذا بسرعة دقيقة. وهنا يا شباب ننهي المقطع، بس باقي فرصة واحدة. يلا يا فهد فوزنا. يلا باقي لك دقيقة، اسمع، إذا ما خلصت يمكن للأسف لازم ننهي المقطع قبلك ما تخلص. الله يا فهد عندي. يلا بقيل فينيشن. وهنا يا شباب ننهي المقطع. اوه ما قدر. وهنا وهنا ننهي المقطع. يا بنموت يا بنموت. وننهي المقطع يا بنموت.